ياك قرأ من وضع بعد النقطة وضع العالمان. هذه البكتيريا بعد عدة أجيال كيف هو الADN عندها؟ ثقيل. وهذه غادي نقلوها الوسط ياش؟ وسط كيف هو؟ خفيف. وسط فيه N14. كنت قلت لكم ناخذوا الزرق على عزوت خفيف، حتى هنا خفيف. وسط زرع N14 غادي نتركوها تنقسم انقسام واحد، مفهوم؟ انقسام واحد بريمير ديفيزيون، هاني غادي نكتبها هنا. بعد انقسام اول ماذا ستعطينا؟ جيل واحد، يعني هذه سميناها الجيل جي صفر اللي انطلقوا منه وعنده ADN. كيف هو؟ ثقيل. ها اذا غادي نقلوها الوسط N14، غادي نخليوها تنقسم انقسام واحد، يعني بعدها نصف ساعه غادي نحصلوا على الجيل الجائع. غادي نعزلوا له الADN ديالو ونخضعوه لعمليه النبذ وغادي نحصلوا على واحد النتيجه، مفهوم؟ ما غاديش نعطيكم حتى تعبئوا الجدول نتوما. اذا من بعد الانقسام الثاني غادي يعني بعد ساعه غادي نحصل ابري لا دوزيام ديفيزيون. دوزيام ديفيزيون غادي تعطيني الجيل جي 2. هذا الجيل جي 2 ايضا غادي نخضعوا الADN ديالو للنبذ ونشوفوا، مفهوم؟ نشوفوا النتيجه ديال هذا الADN، النتيجه ديال هذا الADN، وغادي نقارنوا مع تضاعف الADN حسب الفرضيه الاولى وحسب الفرضيه ياش تانية، مفهوم؟ قرأت السؤال ونقول ياش يعني حسب الفرضية الأولى وألف وحسب الفرضية الثانية. لا انتم غادي تتبعوا حسب الفرضيتين، عاد من بعد غادي نمشيو للنتائج اللي توصل لها ميسلسون وستال. انا ما عطيتكمش النتائج، عطيتكم غير النتيجه ديال يعني الADN الخفيف والADN ياش ثقيل، ما عطيتكمش النتيجه هذه ديال الجي 1 والجي 2. تديروا انتم حسب الفرضيه الاولى طريقه ياش الفرضيه الاولى محافظة، وديروا حسب الطريقة حسب الفرضية باء طريقة نصف محافظة. اللي على اليمين راه عندكم نصف محافظة، كتبوها تما في التمرين، كتبوها بجنبها أولى. شنو كتقول؟ نحتفظوا بجزيئة أصلية ونركبوا وحدة كاملة جديدة طريقة نصف محافظة. وانتبهوا لهنا، طريقة نصف محافظة، نفصلوا اللولبين وعلى كل لولب أصلي نشيدوا لولب جديد، نبنيوا لولب جديد، نركبوا لولب جديد. أي ADN سننطلق منه؟ علاش خفيف؟ انتبهوا لهنا، فين راه الجيل الجزيرو اللي انطلقنا منه؟ خديناه من هنا وقالوا لنا بكتيريا ذات ADN كيف هو؟ ثقيل، غادي نعطيوه لون أحمر، وتبعوا معايا مزيان، نعطيوه لون أحمر، غادي نمسح كل شيء. البكتيريا زرعناها هي ذات ADN عادي، فيه N14 خفيف، زرعناها في وسط N15، وتركناها لعدة أجيال، الى ان اصبح الADN عندها ADN ياش ثقيل. الى قارنا الكثافه ديالو مع الADN الخفيف.
ألف حسب الفرضية الأولى، حسب الفرضية الأولى. هذه الفرضية الأولى هي اللي راه عندكم على اليسار، طريقة المحافظة راه عندكم في الوثيقة زوج على اليسار، طريقة المحافظة. وانتبهوا لهنا، الجيل الجزر اللي غادي ننطلق منه ها هو عنده ADN كيف هو ثقيل، ثقيل N15، هذا الجيل الجزر عنده 100% ADN ثقيل N15. طريقة المحافظة شو كتقول لي؟ انفصال اللولبين، الجزيئات تبقى أصلية وظهور جزيئة كاملة جديدة. هل الجزيئة الأصلية هي هذه راها أصلية، ونركبوا وحده كامله جديده. باش غادي نركبوها؟ بالازوت الخفيف. راه عندي انا في الوسط هنا، راه حنا نقلنا البكتيريا جي زيرو في وسط N14، اذا هنا عندي تضاعف في وسط N14، إذن غادي نبنيو الADN الجديد ب N14. إذن إلى بكتيريا انقسمت على زوج، غادي تعطيني بكتيريتين بنتين، واحدة ستأخذ الجزيئة الأصلية يعني ADN ثقيل، والأخرى ADN ياش خفيف. هذا ADN خفيف N14، وهذا راه ثقيل. ADN كيف هو؟ ثقيل N15. انتبهوا لي هنا، هذا الجيل ياش G2 G1، الجيل G1 يعني من بين البكتيريات غادي يكون عندي النصف يحمل لي هذا الADN والنصف يحمل هذا الADN. إذا عندنا نوعين من الADN، عندي أندومي شنو كتب؟ وحدة من بين زوج تمثل لي 50%، 50% ADN ثقيل N15، و أندومي هي 50% ADN ياش خفيف N14. حنا البكتيريا تركناها في الوسط، غير خدينا بكتيريات وحللنا الADN، يعني هكذا يعني غادي. هذه هي التجربه ديال ميسلسون وستال. اذا بعد الجيل الثاني في نفس الوسط ما غاديش نغيروا الوسط، هما ما غاديش يغيروا الوسط. اذا هذه راه اصليه بالنسبه لهذه البكتيريا، ها هي هذا ADN اصلي، هذه اصليه بالنسبة لهاد البكتيريا اللي غادي تنقسم، وغادي نركبو جزيئة كاملة جديدة. حنا عندنا تضاعف في نفس الوسط، ما غيرناش الوسط، تضاعف في نفس الوسط N14، ما غيرناش الوسط. إذن باش غادي نركب الجزيئة الجديدة ب N14؟ خفيف. إذن هنا ADN خفيف. شحال غادي يصبح عندي عند الجيل الجاي 2؟
هذا الجيل جي اثنان. إذن غادي يصبع عندي 3 على 4 خفيف، 1 على 4. هنا بديت بالتقيل، غادي ندير التقيل. 1 على 4 هي 25%. 25% الدي ان كيف هو؟ ها تقيل ان 15. وعندي 3 على 4 هي 75%، الدي ان كيف هو؟ خفيف. خفيف ياش ان 14. صافي. حسب هاد النظريه المحافظه او الفرضيه المحافظه او الطريقه المحافظه، يعني ما عندناش الدي ان. هما ذكروا لكم 3 ديال الانواع ديال الدي ان، شنو ذكروا لكم في النص؟ الهاجين، يعني الخفيف الثقيل والهاجين. احنا ما عندناش هنا الهاجين. الا تبعنا الفرضيه الاولى، يا اما يكون خفيف يا اما يكون ثقيل. اذا هادو هما اللي مطلوبين ندونوهم في الجدول هاد القيام. يلا نقلوا لي هذا. تقول بأن تضاعف الدي ان يتم بانفصال لولبين، وعلى كل لولب قديم لولب أصلي يتم بناء تشييد لولب جديد. إذا غادي نفصلوا اللولبين، هذا لولب أصلي، هذا لولب أصلي، هذا لولب كيف هو؟ أصلي. وعلى كل لولب أصلي يتم تشييد لولب جديد. هذا اللولب الجديد سنشيده بان 14، غادي نبنيوه بان 14. إذن هذا لولب كيف هو؟ جديد. وهذا لولب جديد، جديد. إذن نحصل على جزيئتين، في كل جزيئة لولب أصلي ولولب جديد. هذا الدي ان هو الذي سمي في نص التمرين بالدي ان ياش الهاجين. الهاجين مهجن، الدي ان ابريد، يعني فيه ان 14 وان 15. اذا هنا انتبهوا لي هنا، بالنسبه للجيل جي ان هذا هاجين وهذا هاجين، يعني كل البكتيريات ستحمل الدي ان هجينا. اذا هنا عندي 100% الدي ان ياش هاجين. بالنسبه للجيل جي دو غادي نضاعف الدي ان بانفصال لولبين، هذا لولب اصلي، نكتب الاصليه، هذا لولب اصلي، هذا لولب اصلي، وهذا لولب اصلي. يعني فصلت اللولبين هنا وفصلت اللولبين هنا. اللولب الذي سأشيده انطلاقا من ان 14، لان عندي تضاعف في نفس الوسط ان 14، تضاعف في نفس الوسط ان 14. اذا هذا غادي يعطيني هنا الدي ان كيف هو؟ خفيف. هذا هجين، هذا خفيف، وهذا هجين. إذا النسبة غادي تصبع عندي 2 على 4، 2 على 4 هي 50%. الدي ان هجين، كنت هنا بديت بالهجين، هجين ان 14 وان
15 ان 14 وان 15 وعندي زوج على 4 هي 50% اد ان يش خفيف ان 14 يلا نقلو Thank you.